السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة النهاردة سعيد جدا لأن من امبارح حصل زيادة كبيرة في عدد المشاركين في الدورة، تقريبا اقتربنا من حصل تضاعف في عدد المشاركين، وحصل إن في ناس تبرعت بأماكن زيادة لحوالي 5 طالبي منح. أحب أقول لكم إحنا المنح المطلوبة مننا حوالي 40 منحة، لذلك أحب أقول للناس اللي ممكن تدفع لشخص آخر هو مش قادر إن هو يدفع دلوقتي المبلغ الصغير اللي هو حوالي 20 جنيه استرليني، أنت بتعمل إيه؟ دي صدقة جارية، لأن أنت بالطريقة دي بتساهم في زيادة إيمان شخص من خلال الدورة، يتعلم تدبر القرآن، كل حرف يقرأ فيه قرآن بعد كده ويتدبر فيه قرآن أو حاجة يستفيدها من الدورة، زي مثلا الصلاة بخشوع، الأذكار بتدبر، أي حاجة فيها زيادة في الإيمان هتبقى في صحيفة حسناتك أنت إن شاء الله. وبالتالي طبعا هو لو نقل هذا الكلام للآخرين برضو في صحيفتك أنت أيضا إن شاء الله. حبيت أقول لكم كده، طبعا أرجو من الناس اللي هي مش محتاجة منحة إنها ما تطلبش منحة، لأن طبعا لو الكل طلب منح طب احنا هنعمل إيه؟ الحاجة تاني اللي حب أوضحها للناس، مبلغ العشرين جنيه استرليني بيوصلنا ازاي؟ في خدمة الباي بال بتاخد منه حوالي 2 جنيه استرليني، لأن المبالغ الصغيرة بيوصل تقريبا 10% نسبة المصاريف بتاعت الباي بال، فالعشرين بتبقى 18، وبعد كده عندنا في 20% لأن بريدجز مسجلة شركة في إنجلترا، فاحنا بندفع 20% ضرائب، فمن العشرين في 4 استرليني تانيين بيدفعوا ضرائب، فالعشرين حقيقتهم ان هم بيوصلوا 14. ال 14 باوند دول او ال 14 جنيه استرليني دول بيتم استخدامهم في تغطيه مصاريف الدوره، الدوره مصاريفها كبيره جدا، عقد شركه سيسكو اكتر من 400 جنيه استرليني في الشهر، والزمونا بسنه كامله. المشكله ان احنا انا مش هندفع المبلغ ده مده الشهرين بتوع الدوره، لكن ان شاء الله نعمل بعد كده دورات تانية وكده، لكن طبعا لحد دلوقتي احنا مش مغطين معظم العقد طبعا، ولكن ما تقلقوش الدوره عمرها ان شاء الله ما تتلغي، حتى لو وصل امر ان احنا ندفع من جيوبنا هندفع من جيوبنا، وبعد كده لو عملنا دورات تانية تبقى تغطي ان شاء الله باقي مبلغ العقد. حبيبي بس اوضح النقطه دي عشان بعض الناس ممكن يكون لسه مش فاهم هو الفلوس دي بيتعمل بيها ايه. شدوا حيلكم، يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله. كمان اسبوع سيتم تجربة الخدمة بتاعت سيسكو معاكم واحد واحد عشان خاطر اجهزتكم تبقى جاهزة، احتمال بيكون في درايفر صغير بننزله والجهاز بيبقى جاهز ان شاء الله للدورة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وكل شوية كده ايه هتواصل معاكم عن طريق الفيديو.